بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على لايك وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة من عندكم. عزيزاتي، هذا طبعا يمكن هذا الطبخة صار لها تقريبا أسبوعين أو أكثر. رحنا أنا وأم أماني البيت أختي البيت أهلها وسوونا عشاء، يعني عرفوا إحنا راح نروح عليهم، سووا عشاء خطية. فعاد قلت لهم ما دام بعد يعني شو اسمه جاي سوون خلاص أصور. رحنا إحنا ويا المغرب يعني خطية وهم همينة، سوونا عشاء مثل ما تشوفون. لحم كان ينحم ثاني من رحت، فعاد لحقت صورت لكم هذا المقتطفات وسويت لكم يا فيديو حبايب قلبي تشوفون. يعني سوينا يعني مرق ابيض ويا تمن، شوفون يا حباي والله العظيم دحجه. اني هذا رجعت تمرد بها هذا الليلية اللي ما تطلي، يعني هم هيك يطبخون. شوفوا الإلية تمردها وتخليها فوق المرقة يعني تفور وياها، هي هذه الإلية كلها شحم وشحم، هي شحم تعرف انها حبايب مو بيدلس حق. فهي كلها دهن ومردتها وخلتها. شوفون يا حبايب، عاد خلصت تفور ويا الطبخة مالتهم يعني. وهذا همينة الدجاج هم لحقت صورته، كانت يعني حاطة تتبيلة عليه ومكملتها وتتخليه بالأوفن. وأني جيت يعني الحاصل ويا المغرب، يعني جيت لقيتهم خطية مسويات يعني ما مقصرات. وهذا الدجاجة همين دجاجتين قسمتهن على مود يصير مكان وخلتهن بالأوفن. شوفون يا حبايب، اني ما قعدت يعني تعرف ان بنات اختي ويعني شلون وحبايب مثل شن غاليات علي واني غاليه عليهن، فوقفنا وندردش بالمطبخ واصور. هنا هم بدني خبزن للعشاء، يعني عدهن هذا الخبز. اني هم يعني قلت اوقف انت اصور قبل لا يعني العجين كله قطع عنه، سوى انه قطع وعلى مود يرتاح تاخذ راحتها من تقوم تخبز. يعني هاي بنت اختي جايه من الحوي جبيت اختي هم لقيتها، واحنا على مود هي هم جايه، صار هي يومين ثلاثه واحنا هم رحنا عليها. شوفون يا حبايب خطيه شلون تخبز، هي ومرت اخوها يعني هي وكانت اختي. هاي كانت اختي بدت اخذتها من عندها وقامت هي همينة تعاونها، وتعاون اثنيناتهم، وحدة تخلي بالتنور وحدة تخبز، يعني قصدي تخبز هي اثنين يخبزن، بس وحدة تخلي بالتنور وحدة يعني شلون تفتح الهياها تفتح القرصة. شوفون يا حبايب، يعني صدق من يقولون يعني يعني قومت تعاونت ما ذلت، يعني متعاونات ما شاء الله يا ربي. شوفين يا حبايب، هذه جاءت تخبز وهذا الخبزة صارت أول وحدة طلعتها مرأسا أني صورتها. شوفين يا حبايب والله العظيم يعني ما شاء الله شلون خبز يخبزن البنوات. فأني همي أنا قلت ما دام يعني خبز وأنت كيفن على هذا روتين الخبز، همي أنا صورته للشن وحدة تخبز وتخلي بالتنور وحدة تساعدها، يعني اثنين واقفات على الخبز ما شاء الله خبزهم كثير يعني مو شوية. فعاد بالعافية علينا وعليهم وعليكم همينة، ولو ما أكلتوا بس أهمكم العافية حبايب قلبي. وأنا أقول لكم كل الهلا بيتن وبهلا بتعليقاتنا الحلوة والله العظيم،
يعني شوفن والله العظيم يعني سويت نظارات اني لعيوني على مدراسي يوجعني، اهذن النظارات هجسنهم قام يوجعني راسي من وراهن، ما ادري صوت النظارات، ما ادري صوت هذا اللي يفحص النظر ما فحصهن زين، والله ما اعرف شو بين راسي هم يوجعني. بس قلت لا يعني لازم اجاوب على التعليقات، واني هم من اظل لابسه النظارات حيشاكم عيوني يتعبن، عاد اني اسفه على بس انطيتها قلب يا حبايب، اسفه والله العظيم. والباقي يعني رديت يعني جاوبت اجاوبتن اني وبعيني اجاوبتن. هسه لا تقول انه مؤثير صارت مثل غيرها من القنوات ما تجاوب، لا والله اني اجاوب، بس اني مو قلت لكم انطيكم قلب اني يعني ما اقدر اجاوب، مو قصة اني يعني شلون، بس اني يعني متكبرة، لا والله اني ما تكبر عليكم اصلا، يعني بيكم وبدعمكم وتواصلكم اني كبرت قناتي وجاي تكبر والحمد لله وشكر. فعاد يا حبايب هذا هنا قامت الصب العشاء واني اصور، شوفون يا حبايب. فعاد لا تقولن اني متكبرة عليكم، لا والله يعني اللي انطيها قلب لا تزعل مني والله، يعني على مود يعني شويه حيشاكم، والله راسي ما جاي يعني يعني من ورا هذا يعني، بس ابا على التعليقات واقرا وهذا عاد راسي يوجعني حيشاكم. فعاد بس انطي قلب اللي يعني اشوف مثلا سؤال يعني مجبوره اجاوبها والله، اول ما اقضب الموبايل لا والله ما يوجعني راسي، يعني اجاوب كم تعليق وشوي شوي سبحان الله راسي يقوم يوجعني، يمكن صوت النظارات. فعاد لا تزعلن مني يا حبايب، ايه لان انا احبكن واموت عليكن كلكن، الجديدات والوسطانيات والعتيجات، انتن العتيجات الخير والبركه حبايب قلبي. إيه وهذا إيه شوفي هاي طرشي احمر همينه مسويات بالبيتنا، وهاي دجاج الشوي شوفون يا حبايب، والله العظيم تمنيتكم ويانا كان شقد طيب. وشكرا جزيلا مثل ما قلت لكم على التعليقات وعلى المشتركات الجديدات، الف هلا بيكن نورتن قناتي حبايب قلبي، والله العظيم اني من اشوفكم واشوف تعليقاتكم واشوف الاشتراكات افرح والله العظيم، وكل الهلا بيكن حبايب قلبي. شوفن هاي امينه حبيبه قلبي ام لسانين، يمه شقد حلوه سوالفها ما شاء الله يا ربي. شوفن يا حبايب وهذه هاي ام امينه همينه بنت اخويا، هم كانت جايه من كركوك بيتها بكركوك، وهم جايه البيت اختي، وهم صارت خوش قاعده وخوش تعليله وخوش عشاء عاشت ديهن، وهذا كان العشاء مالنا والله العظيم مثل ما قلت لكم تمنيتكم ويانا والله العظيم. فعاد سهمكم العافيه مثل ما قلت لكم. شوفون يا حبايب لمت الحبايب كلش حلوه، وان شاء الله الله يفرحكم وتبقون ملتمين كلكم انتم همينا ان شاء الله، والله لا يفرقنا لا احنا ولا انتم ولا عبد البشر يا ربي، ان شاء الله دومكم بخير وصحه وعافيه. عندي همينا فيديو مقتطفات من فيديوهات البارحة كنت بيت عبودي، رحت عليهم وسوونا عشاء، تعشيت بيت عبودي ابن حماية، وهم صورت مقتطفات من العشاء. واليوم وردة جوري عزمتنا على العشاء، ذبحت يعني على المشالة وما ذبحت يعني ذبيحة على مود بيت جديد، فعزمتنا اليوم على العشاء وهم صورت مقتطفات، وراح انزل لكم اياه ان شاء الله بالفيديو القادم. وإلى هنا أقول لكم مع السلامة.